اوكي؟ يلي بعده 20213. شو؟ علاقتي بالتلاميذ اجمالا مش الاستاذ، من الاستاذ بالصف، انا الخي الكبير، البي الصغير، ما بعرف شو بقولوا له. يعني فوت على الصف أكترية الوقت عم بيكون في تنكيت وضحك ومزح وجيتار واغاني. بس وقت الشرح الحلو انه ما بدهم يزعلوا استاذ جو. هي عم تلبسك بالغلط دق بكتفة وقع؟ ايه دق بكتفة. شو عملتوا يوم الاثنين؟ كروش كروش نبال كنت اتعلم مدرسة حلبة واستاذ جو كان استاذي من 10 سنين. كان ايامنا بالصف نقضيها درس بس كمان بطريقة كتير حلوة، ما كنا نحس بالوقت، كانت ساعاتنا حلوة كتير نتسلى فيها وندرس، اكيد ما كنا نحس ابدا بهالوقت اللي عم ندرس فيه. ترك علي اثر كتير كبير ضل معي لهلا. زيادة عن هيك حتى انا هلا بايام الجامعة وهيك كتير ماشي حالي بالجامعة، وبرد في اسباب كتير لها لتكوين شخصيتي خصوصا مع استاذ جو. يا ريت يرجع يعلمني عن جديد. انا هلا عم اتعلم بالجامعة اللبنانية بالفنار، عم بدرس انجلش وعم اشتغل بنفس الوقت. استاذ جو كان بوقت الفراغ خصوصا بعد المدرسة وبعد الدرس وهيك كان نجتمع معه يعلمنا جيتار انا وكذا شخص من اصحابي. حابب اليوم اقول له لاستاذ جو اول شيء اشتقنا لك كثير استاذ، انه زمان ما شفناك، ويا ريت بس يرجع يجي على لبنان نقدر نشوفه ونقعد معه.